لتسليط الضوء أكثر على الملف الفلسطيني واستمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد السلام عواد، وعبر سكايب من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. مرحبا بكما، معكم أستاذ عبد السلام. ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، كيف تفسر إصرار نتنياهو على مواصلة الحرب؟ طبعا لا سيما أن هنية اتهم بصراحة اتهم إسرائيل بالتهرب من منح ضمانات والتزامات واضحة بشأن وقف إطلاق النار. بسم الله الرحمن الرحيم. من الواضح أن نتنياهو يريد أن يجر ليس منطقة غزة بل المنطقة بأسرها إلى حرب شاملة وواسعة وكبيرة. هو يريد أن يحصل على الأسرى والمختطفين ثم يعود لمهاجمة غزة ثم يعود لتشغيل آلة القتل والتدمير في قطاع غزة. هو فقط يبحث عن مصالحه الشخصية أولا، ولأنه يعلم أن مستقبله السياسي قد انتهى، لأنه يعلم أن إيقاف هذه الحرب تفضي به إلى السجن، وبالتالي لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف، فقط يريد أن يحقق مطالب وإنجازات على الأرض لإخماد جبهته الداخلية من المتظاهرين الذين يطالبون بعودة الأسرى. وإذا ما نظرنا إلى المجتمع الإسرائيلي فإنه كله يؤيد استمرار الحرب، كله يريد أن يعاد المختطفين مع استمرار الحرب على قطاع غزة. لذلك باعتقادي أن ما يجري الآن من هذه المذبحة والمجزرة والإبادة الجماعية، الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كل تبعاتها، الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كل ما يجري من أمام مرأة ومسمع العالم على اعتاب شهر رمضان المبارك الذي استقبله العالم العربي والإسلامي باستقبال حافل، ولكن غزة تستقبله بالدموع، تستقبله بالدماء، تستقبله بصوت الانفجارات. عبد السلام، في هذه النقطة يعني كيف ستكون الأمور في فلسطين مع دخول شهر رمضان المبارك؟ كيف ستكون؟ يعني هنالك أمرين. أولا في قطاع غزة حقيقة أن الحزن يخيم على كل الضفة الغربية وكل قطاع غزة وكل فلسطين وعلى كل حر وعربي يشعر بما يشعر به أهل غزة. كيف لأسرة فقدت كل أفراد عائلاتها؟ كيف لأسرة فقد الأب أو الأم والأطفال؟ كيف لهم أن يصوموا؟ كيف هو سيكون طعم الصيام؟ كيف ستكون موائد الإفطار المغمسة بدماء الشهداء؟ كيف ستكون رائحة الصيام ورائحة رمضان المليء برائحة الرصاص والقنابل والانفجارات؟ ثم أين هو البيت الذي سيؤوي هؤلاء الصائمين؟ ماذا سيكون طعم وشكل رمضان على أهل غزة؟ سيكون بالتأكيد أمر صعب جدا جدا على أهلنا في قطاع غزة. أيضا في الضفة الغربية التي لا يقل الأمر سوءا من الاحتلال عليها، فهنالك المزيد من الانتهاكات والاعتداءات. وفيما يخص المسجد الأقصى بالتحديد، هنالك تسهيلات شكلية للمسجد الأقصى ولدخول المصلين. نحن على أعتاب شهر فضيل في صلوات التراويح، وكل المسلمون في فلسطين ينتظرون هذه المناسبة وهذا الشهر للصلاة في المسجد الأقصى أولى القبلتين، ولكن الاحتلال كما كل عام يصر على منعهم من الوصول تحت حجج الأمن وغير ذلك. وإذا ما سمح، وهي عبارة عن ذر للرماد في العيون هذه التسهيلات، يقول بأنه يسهل على دخول الفلسطيني، ولكنها تسهيلات شكلية وليست حقيقية. لأننا إذا ما نظرنا إلى الحواجز والجدران التي انتشرت حول مدينة القدس، صارت مدينة القدس وأبوابها عبارة عن سكنة عسكرية ولا يسمح بالدخول إلا لمن هم أزود من 55 عاما، أو إذا ما سمح لهؤلاء يجب أن يكون ليس عليه قيود أمنية أو ليس ممنوع من دخول مدينة القدس أو لم يكن أسيرا محررا. بالتالي الأعداد التي تمنع أكثر من الأعداد التي يسمح لها بالدخول. بالتالي الوضع في الضفة الغربية مرشح لمزيد من التوتر، لمزيد من التصعيد بسبب سياسة الاحتلال التي يتبعها من الانتهاكات والاعتداءات والاعتقالات في الضفة الغربية. أستاذ عبد السلام، آخر سؤال قبل أن أنتقل إلى الأستاذ علي. يعني كما تعرفون إسرائيل قسمت قطاع غزة إلى شطرين بممر نتساريم، طبعا كما تعرفون تم تسميته على اسم مستوطنة نتساريم الصهيونية السابقة في غزة. بما يوحي لكم ذلك أستاذ عبد السلام؟ يعني هذا التقسيم يوحي بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن يخرج من قطاع غزة، يريد أن يعيد الاحتلال مرة أخرى. ثم ماذا يعني أن تطالب بهدنة وأنت لازلت تحتل جزء من قطاع غزة وتقطع أوصالها؟ وهذا يعني باعتقادي أنه مقدمة للتهجير، مقدمة لتقطيع أوصال قطاع غزة، مقدمة لحرب يعني على كل ما هو موجود في قطاع غزة سواء الأهل أو البنيان أو الأرض.
وبالتالي هذه السياسة من التقطيع تعني بأن هنالك نية مبيتة لدى الاحتلال للبقاء في قطاع غزة، وهي هذه السياسة لا تخفى عنها سياسة الاحتلال. وسمعنا كثير من بعض الوزراء الذين نادوا بإعادة احتلال غزة أو بالبقاء لأطول فترة ممكنة فيها، وهذا يتعارض مع متطلعات الشعب الفلسطيني والمقاومة التي تسعى لإخراج الاحتلال من قطاع غزة وتحقيق مطالبها بوقف إطلاق النار وإخراج الأسرى الفلسطينيين. من الضفة الغربية الكاتب والصحفي الفلسطيني عبد السلام عواد، شكرا جزيلا لكم. أستاذ علي آسف أطلنا على جنابكم الكريم، مرحبا بكم من جديد. أستاذ علي، جيش الاحتلال اعترف بقتله رجلا مسنا في غزة، تذرع بأن قواته كانت تعمل في منطقة قتال وصفها بالمركبة والمعقدة جدا. هل سيعفي هذا قوات الاحتلال من المحاسبة والمساءلة أستاذ علي؟ تحياتي لك أخي الكريم ولجميع المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الكريم. ما يفعله العدو الإسرائيلي هو ما يفعله منذ البداية، لا يفعل سوى القتل، القتل للأبرياء، القتل للأطفال، القتل للنساء، للعواجيز، لكبار السن، للمعاقين، هذا ما يفعله الجيش الإسرائيلي وهذا ما يبدع فيه. لم يحقق إنجازا عسكريا له قيمة استراتيجية كبرى، وبالتالي هو ينتقل في الميدان من فشل إلى فشل. هذه المشاهد، المشاهد الإنسانية المروعة التي يعني الناس تشاهدها على الهواء ولحظة بلحظة، من استهداف مباشر ومقصود ومتعمد للأبرياء وللمدنيين، هي في الحقيقة منهج متعمد، منهج عمل، وليس من قبيل المصادفة أو من قبيل يعني الطلقات أو الإصابات الطارئة، إنما هو هذا النهج الإسرائيلي المتعمد الذي يريد أن يثخن في غزة وأن يصب جام غضبه عليها لما تشكله من حاضنة شعبية وحاضنة قوية للمقاومة. وبالتالي ما يدعيه العدو الإسرائيلي من أنه يعني يصيب المدنيين بإصابات أو بطلقات طائشة هو كلام يعني يثير السخرية ويثير الشفقة. العدو الإسرائيلي يتعمد إصابة المدنيين وإصابة الضعفاء، لأنه لا يملك سوى ذلك، لا يستطيع مواجهة وجها لوجه، وهو ينتقل في الميدان من فشل إلى فشل. لو تناولنا موقف الولايات المتحدة المضطرب والمتذبذب، أستاذ علي، الرئيس الأمريكي وصف اجتياح مدينة رفح بأنه خط أحمر بالنسبة لنتنياهو، ولكن وزير الخارجية الصهيوني يقول بأن بايدن يؤيد اجتياح رفح وأيضا يؤيد أهداف الحرب في قطاع غزة. كيف نفسر هذه الازدواجية المتناقضة من قبل الولايات المتحدة؟ الولايات المتحدة الأمريكية لو أرادت إيقاف الضغط الجدي على نتنياهو لإيقاف الحرب لا استطاعت ذلك، هي تملك أدوات القوة ولكنها لا تفعل ذلك، لأنها معنية بالقضاء على المقاومة والقضاء على النموذج الذي تمثله حماس في غزة. ولكن الوضع الإنساني في غزة هو وضع ضاغط سياسيا وإعلاميا على صاحب القرار الأمريكي، وبالتالي هو بحاجة إلى أن يطلق بعض التصريحات أو أن يقوم ببعض الاستعراضات، مثل المطالبة بعدم دخول رفح، مثل المطالبة بإدخال المساعدات، مثل الكلام حول الميناء، مثل تصريحات هنا وهناك، الهدف منها الناخب الأمريكي والهدف منها محاولة تخفيف الضغط والعبء الإنساني الذي تمثله هذه الحرب وهذه الصور وهذه المشاهد، وكذلك النأي بالنفس عن هذه الجرائم باعتبارها ليست شأنا أمريكيا إنما هو شأن إسرائيلي وبالتحديد لنتنياهو. لكن واقع الأمر وواقع الحال نحن نعرف جميعا ونعرف القوة التي تتمتع بها أمريكا، وأنها لو تريد وقف إطلاق النار بشكل جاد لاستطاعت أن تضغط على نتنياهو. أستاذ علي، كما تعرفون هناك حراك دولي مستمر يعمل ضد تل أبيب. على سبيل المثال الحصر، يعني مثلا رئيس الوزراء الإسباني يقدم مقترح للبرلمان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة إليكم كفلسطينيين؟ هل سيسهم بزيادة عزلة إسرائيل عن العالم؟ بكل تأكيد أن الرصيد السياسي والإعلامي الذي يتمتع به الكيان الصهيوني بدأ يتناقص شيئا فشيئا. إسرائيل بنت نفسها وبنت سرديتها على أساس أنها
أنهم شعب تعرضوا لإبادة جماعية على يد النازيين، وبالتالي هم يريدون أن يجمعوا شتاتهم في فلسطين، وصوروا أنفسهم على أنهم الجيش الأكثر أخلاقية في المنطقة، وعلى أنهم الدولة التي تعتبر امتدادا للحضارة وللديمقراطية الغربية في منطقة تعج بالفوضى وبالحروب وبالضعف وبالجهل. هذه الصورة التي عملت عليها إسرائيل على مدى سنوات طويلة. الآن هذه الحرب كانت ذروة ما يعني ما استطاعت إسرائيل أن تشوه نفسها به. لم يعد بإمكان الكيان الإسرائيلي أن يصحح صورته في زمن السوشيال ميديا وزمن الانفتاح والعولمة وزمن الإعلام البديل. لم تعد تسيطر أجهزة الستريم ميديا أو الأجهزة الرسمية على الفضائيات أو على الفضاء الإعلامي، وبالتالي ظهرت الصور الحقيقية التي تضع الكيان الصهيوني في قفص الاتهام، وأصبحت الدول العالم تخشى على نفسها من أن تربط نفسها بهذا الكيان المجرم. السياسيون أصحاب المنطق وأصحاب العقل لابد أن ينأوا بأنفسهم عما يحدث في فلسطين. الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر دموية وحقارة في العالم. ما يمارسه لا يعتبر يعني حتى عند مرتكبين جرائم الإبادة الجماعية يحاولون أن يخفوا جرائمهم، بينما نرى ضباطا وجنودا في الجيش الإسرائيلي يتفاخرون بالاعتداء على الأطفال. نحن نتكلم الآن عن حالة جديدة، حالة غير مسبوقة من تبدل حقيقي في الرأي العام العالمي باتجاه تفهم القضية الفلسطينية وسرديتها، وفي اتجاه فهم الجرائم الإسرائيلية، وبالتأكيد هذا الأمر له ما بعده، لأن إسرائيل بالأساس عنصر أساسي من عنصر قوتها الاستراتيجية هو علاقتها مع العالم الخارجي وخصوصا العالم الغربي. بالنسبة إلى الداخل الإسرائيلي، الحاخام الأكبر في إسرائيل قال إنه إذا أجبرتنا حكومة تل أبيب على التجنيد فسنسافر جميعا. ما الذي فهمته أستاذ علي من هذا التصريح؟ هذه إشكالية داخلية في داخل الكيان الإسرائيلي تمثلها تصاعد اليمين المتطرف. جماعات المتدينين الحريديم هم أصلا لا يعملون، يعني هم تناغلة، هم لا يعملون ولا يخدمون في الجيش. من بنى الكيان الصهيوني حقيقة، الذين بنوا هذا الكيان كانوا إما علمانيين أو ملحدين. أصلا بن غوريون لم يكن يؤمن بالتوراة. الكيان الصهيوني قائم بالأساس على العلمانية، أقصد القوى التي أقامت الدولة سواء كان في القضاء أو في الجيش، في مؤسسات الدولة حقيقية يسيطر عليها التيار العلماني قادر على بناء دولة. أما التيار الديني المتصاعد هو تيار متعصب لا يملك رؤية لإدارة دولة، وصعوده هو أمر جيد بالنسبة لنا، لأنه يعني فعلا هؤلاء ناس لا يستطيعون أن يديروا جيشا ولا يديروا دولة، وقد رأينا أداءهم في الجيش. مجرد ما قام طوفان الأقصى جاء بايدن وجلب العلمانيون أمثال جانس وغانت من قوى التيار اليساري الإسرائيلي ليقودوا هذه الحرب، لأن جماعة بينكفير وسموتريتش والآخرين من المتطرفين ليسوا رجال دولة ولا بناة دولة، هم يعني يجدون الشعارات. وكذلك الحريديم والسفرديم هم جماعات متطرفة تعتبر عالة على الكيان الصهيوني، وتصاعدهم أو تصاعدهم الإعلامي والسياسي والشعبي هو يعني ينخر في هذا الكيان ويزيد من إشكالياته الداخلية. إن شاء الله نحن يعني هم في طريقهم إلى الزوال. أستاذ علي، هل يمكن أن نخلي المسؤولية الأمريكية من حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، خاصة هناك تسريبات تتحدث عن مشاركة جنود أمريكيين في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة؟ لا يمكن أن نبرئ ساحة الكيان الأمريكي أو الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية مما يحدث في غزة، سواء كان من ناحية التخطيط أو من ناحية الإدارة أو من ناحية التنفيذ. أيضا هناك أخبار تتحدث عن إشراف ضباط قوات خاصة أمريكية على
القتال في خان يونس وفي مناطق غزة، وكذلك عن انخراط جنود أمريكان أو يحملون الجنسية الأمريكية في القتال، وهناك كلام عن أسرى أيضا لدى المقاومة من حملة الجنسية الأمريكية. هذا ناهيك عن ما تمثله من غطاء أمني واستخباراتي، الأقمار الصناعية الأمريكية وأجهزة التجسس الأمريكية تنقل الأخبار إلى الكيان الإسرائيلي، وكذلك الإمداد العسكري بالذخيرة وبالسلاح وبالمال والغطاء السياسي والإعلامي. الولايات المتحدة لا نقول أنها تساعد إسرائيل، بل هي منخرطة، هي جزء أساسي من هذه الحرب، هي التي تقودها بشكل مباشر، وبالتالي لا يمكن أن نبرئ ساحتها مما يحدث من دماء ومن أشلاء ومن ضحايا. من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي، شكرا جزيلا لكم.